شو عم تعمل عندك؟ ولا شيء. فايت على مكتب رشات رشدان بغيابه وعم تفتح الدرج. شو بدك تسرق من الشركة؟ عم دور على مشروب. شو هالحكي؟ كل اللي هنيك مو معبي عينك، بعدين المشروب بينحط هون؟ واقف، بدك تاخذ الفرد ما؟ فرد شو يلي عم تحكي عنه؟ بدك تسرق الفرد من شان تأمن حالك. مراد، شو بخدمكم؟ مراد عم يدور على شيء يشربه، وأنا عرضت عليه نطلع نشرب برا. يلا تفضل، خلينا نطلع. مراد، مع السلامة. الله يسلمك. ما بدك تجيب شنطتك؟ بالسيارة. حلو كتير، راح غديك أحلى غدا لنفهم شو صاير معك. بتصدق حتى نفس ولا هذا الزلمة بيخنقني؟ لك طنشو يا أخي، اعمل حالك مو شايفه. شو ما عادني هون لهلأ ما بعرف. بدك تترك؟ استنى يا خويف شبك. اعتبروني استقلت. حاجتك بقى. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. يعطيك العافية. مراد، ما في داعي لتخاف منه. الزلمة نسينا وعم يعيش حياته. ها؟ هيك قلتك؟ رايحين بسيارتك؟ كل واحد لحال، مو جاي على بالي روح معك. لك شبك، مو على أساس طالعين نتغدى سوا وتحكي لي شو قصتك؟